بكم مجددا بمنبر مبادرة الباحثين السودانيين في محيط اعتصام القيادة العامة. سقطت ما سقطت، حتى لو سقطت حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة مدنية قرار الشعب، حرية سلام وعدالة والوعي قرار الشعب. شرفنا جدا يا شباب إنه يكون معانا واحدة من اليوتيوبرز الصاعدين ونجوم السوشيال ميديا الأستاذة آمنة. آمنة محمد بشير إن شاء الله هتكلمنا في محاضرة بعنوان السوشيال ميديا في سوق العمل السوداني، وإحنا سعيدين جدا جدا إنه الأمسية بتاعت الخميس يا أخواننا تكون معانا. ممكن تشير البتاع لأنه اللايف بدأ. فمرحب بكم جدا يا شباب، إن شاء الله برنامجنا هيستمر، هيكون بعد محاضرة أستاذة آمنة هيكون في نادي المخاطبة اللغة الفرنسية، بعدها هيكون عندنا محاضرة بعنوان دراسة حول الإعلام الأمريكي، وبعدها هيكون عندنا محاضرة بعنوان كيف تحقق الربح من موقع amazon.com، وبعدها هيكون عندنا الجلسة الحوارية الباحثين السودانيين هنعرض فيها فيديو حول الأمن أو سراب الأمن، يعني هل الأمن ده حاجة حقيقية ولا حاجة متخيلة. فنخلي أستاذ آمنة تشير تمام؟ أوكي تفضل يا أستاذ آمنة، رحب بها يا أخوانا. شكرا يا دكتور، أنا ورحت لك العافية. أوكي السلام عليكم ورحمة الله، كيف الأحوال؟ إن شاء الله تمام. أوكي من البداية كده، أنا اسمي آمنة محمد بشير، أنا أساسا طالبة معمار سنة خامسة. بديت في مجال السوشيال ميديا لي 3 سنين كمجال، يعني دخلته من بطريقة غريبة شديد لكن لقيت نفسي فيه، فحسي اللي أنا حنعرف شنو السوشيال ميديا هي، شنو أساسا منصات مواقع التواصل الاجتماعي، كيف ممكن إحنا نعمل بيزنس من خلاله، وكيف إحنا ممكن نستفيد بدل يكونوا مجرد مواقع اللي هي تواصل فقط بيننا وبين الناس. بديت اللي هو السوشيال ميديا كان من خلال كنت بفتش على المنح، كان في منحة اسمها شفنينج في بريطانيا. المنحة بتطلب إنه أنت يكون عندك 2800 ساعة عمل، يا يكون في بيزنس بدوام كامل أو بيزنس بدوام جزئي، أو حتى يكون يعني حاجة تطوعية، المهم إنك تجمع 2800 ساعة عمل رسمية حتى يقبلوك في المنحة دي. فكان كخطوة ذكية فكرت في المنحة المهنة الممكن أستفيد منها حتى وأنا طالبة، بأنه أنا أجمع الساعات وبرضه أستفيد من خلال المجال ده. كانت السوشيال ميديا في وشي عديد. السوشيال ميديا عبارة عن أنه تكون مدير لمواقع التواصل الاجتماعي، سواء فيسبوك، تويتر، يوتيوب، اللي هو إنستغرام، حتى لجوجل، تكون أنت مدير للمواقع دي، بتتابعها، بتصنع المحتوى اللي فيها، تنشئ البوستات، تكون مدير للحاجات الموجودة فيها، ومن خلالها بتزيد تفاعلك مع الناس ومع الجمهور حوالينا. فكانت المهنة دي عبارة عن إنه أنت بتكون 24 ساعة على 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 شغلك، 24 ساعة بتتابع بالموبايل الصفحة اللي أنت مسؤول منها أو الجروب اللي أنت مسؤول منه، أو حتى البيزنس اللي أنت دار تبيعه أو السيرفيس اللي أنت دار تقدمها، الخدمات اللي دار تقدمها للجمهور. فإنه أنت تجمع 2800 ساعة عمل من خلال إنك تدير صفحات مواقع التواصل الاجتماعي في ساعات اللي هو 24 ساعة كانت مناسبة جدا. فبدأت من خلالها السوشيال ميديا. السوشيال ميديا عبارة عن إنه هي أساساً تسويق، ماركتينج، كلنا بنعرف الماركتينج. ماركتينج إنه أنت بتوظف الوسائل الخاصة بك في إنه أنت توصل للكاستمر أو العميل اللي قدامك بإنه أنت تبيع له مثلاً الميكروفون أو تبيع له قلم. كيف الوسيلة اللي أنت توصل له إنه أنت تدرس احتياجه، مثلاً اللي هو محتاج القلم في شنو، بيستخدمه في شنو، حتى أنت توصل له وتوصل له فكرة إنه هو لازم يشتري الحاجة. فجاء الموضوع بتاع اللي هو العلم التطور بقى فيه ماركتينج، ديجيتال ماركتينج اللي هي التسويق الرقمي. التسويق الرقمي هو نفس مفهوم التسويق اللي هو عملية الشراء والبيع، في بس لكن انت بتستخدم في بتستخدم فيها الانترنت، انت بتستخدم فيها المواقع بتاع التواصل الاجتماعي سواء الفيسبوك. احنا كلنا طبعا عندنا فيسبوك اعتقد كده، يعني كم زول هنا عنده فيسبوك؟ طيب كم زول هنا بيستخدم الفيسبوك عشان يتواصل مع الناس، مجرد ان هو يتواصل مع الناس؟ طيب حصل يعني جربت انه انت تبيع حاجة من حاجاتك عن طريق الفيسبوك؟ ظريف. يلا من خلال الفيسبوك او المواقع الثانية بتقدر انت تعمل يعني عمليات كثيرة شديد.
ممكن تتروج لأعمالك. لو أنت عندك مثلاً عندك فيديوهات أنت بتنشئ فيها أو شروحات لمادة أو شروحات لحاجة أنت بتهتم بها دار تشرحها للناس بتقدر تنشرها عن طريق الفيسبوك للناس، أو عندك منتج أنت دار تبيعه بتقدر تبيعه عن طريق الفيسبوك أو تويتر أو يوتيوب للناس برضو. عندك مثلاً سيرفز عايز تقدمها، إنه أنت مثلاً لو أنت فني أو إنك أنت أستاذ أو إنك أنت أي مهنة بتقدم خدمات، أنت هتعرض نفسك على الجمهور الموجود في الفيسبوك. الحاجة اللي بتميز مواقع التواصل الاجتماعي إنه هي بتديك جمهور عام كبير شديد، يعني أنت بتلقى الشافع موجود، الشاب موجود، كبير في السن موجود، المرأة موجودة، الرجل موجود، الأستاذ موجود، الطبيب موجود، كل الفئات اللي أنت ممكن دايز توصل لها بتقدر توصل لها. لكن بيختلف في التسويق العادي إن أنت بتكون ما تعبان إنه أنت توصل للجهات. يعني أنا لو عايز أستهدف الأطباء لازم أمشي كل المستشفى، صح ولا لا؟ لو أنا عايز في التسويق العادي أمشي لكل المستشفى. في التسويق اللي هو بالسوشيال ميديا، شغل السوشيال ميديا أنت بتستهدف الجروبات حقت الأطباء مثلا، عندك منتج، عندك أدوية جايبة من برا، عندك حاجات يعني بتهم الأطباء تستهدف الجروبات الخاصة بها. فالسوشيال ميديا في سوق العمل السوداني هي مجال جديد شديد، يعني يا دوب إحنا بعدين لنا 5 سنين أو هم بعدين تقريبا، في ناس من قبلنا يعني بعدين السوشيال ميديا من 5 سنين، وقدموا فيها بحاول ان هم يعني يلفتوا انتباه المؤسسات الشركات انه السوشيال ميديا ده مجال جديد. فانت لما تبدا تشتغل في السوشيال ميديا بتهتم بحاجات مهمه شديد في نفسك قبل ما تبدا اي شغل فيها، اللي هي الابداع، شغل الابداع. السوشيال ميديا كانك انت بتحاول يعني تخلق خطط انه انت توصل للناس مفهومك او طريقة تسويقك للحاجة اللي انت بتشتغل عليها. مثلا يعني في زول ممكن يحكي لي اعلان شافه عن طريق السوشيال ميديا او اشترى من خلاله، حتى بس يهتم به اعلان ظهر لك في السوشيال ميديا، سواء اعلان لمطعم او اعلان لزول بيبيع فيه حاجة او اعلان لصفحة مكتبة جديدة او افتتاح محل جديد، اللي هو الشغل ده بتبدأ بخطط. لو أنا مثلاً مسكت يعني كنت شغالة مثلاً في إدارة سوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لمطعم مثلاً، بنبدأ في إنه إحنا بنوصل للناس دي عن طريق الحاجات اللي بتستهدفهم. يعني مثلاً أنا عايز أعرف اسمك إذا ممكن، عبد الله، أستاذ عبد الله بيكون يعني زول بيحب الحلويات، تمام؟ أنا عشان أستهدف الناس اللي يعني أو إنه أنا أوظف تسويقي للناس اللي بيحبوا الحلويات زي أستاذ عبد الله، ممكن إن أنا كل منشوراتي تكون أغلبها على 70% من حلويات المطعم اللي أنا بسوق له. إذا مثلاً أستاذ شهاب زول بيحب المشويات مثلاً، والمطعم من دي بيقدم مشويات بطريقة ظريفة شديد، فأنا بشتغل على جانبين، الجانب الأول تصوير لتنسيق للتصميم، والجانب الثاني إنه أنا كيف أطلع المنتج بتاعي ده للناس اللي هو زي أستاذ شهاب وأستاذ عبد الله بطريقة تجذبهم من هم يجوا المطعم بتاعي. بدي السوشيال ميديا إنه أنت بتمسك صفحات الفيسبوك أو الإنستغرام أو التويتر أو اليوتيوب، طبعاً الصفحات دي متعددة شديد يعني مواقع كثيرة، لكن ليه مركزين على الفيسبوك؟ لأن السودان حالياً أغلب السودانيين كلهم فيسبوك، وأنت بتدرس الحاجة اللي من البداية اللي هو السودانيين بيكون تركيزهم بالكامل في السوشيال ميديا على الفيسبوك بس. بالنسبة للسعودية بتلقاهم في برنامج اسمه سناب شات أو يوتيوب، تمام؟ في الكويت مثلاً إنستغرام، فكل بلد بتمتاز بالمنصة الخاصة بها. هنا عندنا الفيسبوك وأكثر، عشان كده أنا بحاول أركز على الفيسبوك أكثر، وغالباً كل المواقع أو اللي هي المنصات بتاعتنا الناس بتكون مركزة على التسويق فيها هي الفيسبوك. تلقى كل المطاعم لو أنت محتاج رقم من أرقام المطاعم تلقاها في الفيسبوك، مكتب عايز تعرف ساعات العمل بتاعتهم تلقاهم في الفيسبوك، محل الموبايلات عايز تسأل هل هو متوفر عنده جهاز الفلاني ولا لا بتلقاهم في الفيسبوك. فكونك انه انت تدخل سوق العمل بالنسبه للديجيتال ماركتنج، التسويق الرقمي وخاصه السوشيال ميديا، ده مجال واسع شديد وحسي بادي في السودان انه هو ينمو. بتجي يعني بكون بدايته انه انت بتكون بتفكر في طريقه ابداعيه زي ما قلنا، كيف تطلع الحاجه اللي انت ماسكها للناس بطريقه مختلفه عن باقي المنصات. يعني بكون انا ماسكه مثلا زي ما قلنا ماسكه المطعم، في اكثر من مطعم موجود في الفيسبوك، بس شنو اللي بيميزني عنه؟ يبقى هنا ده شغلك وده الملموس بتاعك، سواء مسابقات زي مسابقات بتصير حسي في رمضان، شير وعمل لصاحبك ومنشن وحتكسب معانا طبعا سوداني من زين للكلام الكثير ده، كلنا اطمعتنا بالحاجه دي. فالناس
تجذب المشتركين عن طريق المسابقات مثلاً أو عن طريق العروض. إنه أنت لو عملت مع لو جيتنا عن طريق العروض مثلاً، لو أنا عرضت لك إنه في المطعم إحنا عندنا ديسكاونت الليلة 15%، الناس بتجي تنجذب للحاجة. فبيبقى إنه هي مجال واسع والدراسة فيه كبيرة شديد. يعني بيبدأ بالتسويق خفيف للديجيتال ماركتينج، لأنه أنت تتخصص سوشيال ميديا، تكون متابع 24 ساعة للمواقع التواصل. لو مركز على موقعين ثلاثة بكون كويس برضو، إنه أنت بتمسك اللي هي المنصات دي أو بتكون متابع عملية اللي هي الشغل في السوشيال ميديا. قبل ما نمشي على المرحلة الثانية، لو في زول عايز يسأل في النقطة دي ممكن يسأل. السلام عليكم. بالنسبة للمواقع أو الجروبات اللي بتعلم فيها من خلال الفيسبوك، هل هي جروبات خاص أو جروب خاص بي أنا، أم جروب عام وأنا دخلت ونزلت الإعلان بتاعي؟ أو مثلا بقصد يعني مثلا اللي في جروب تلقى فيها أكثر من مليون متابع أو 700 800 ألف متابع، دي انا يعني اللي بتقصدين دي ممكن يعني انا اخش اعلن منتجي من خلال الجروب ده، ولا الجروب يكون خاص بي وباسمي انا؟ يلا سؤال مهم شديد. اللي هو في السوشيال ميديا عندنا اكثر من جزء في العمل. يعني واحد من اجزاء انه انت تبدا من الصفر تعمل لك جروب، يعني يقول له وصف لي مثلا انت عملته، تبدا من الصفر تجمع الناس. فكره الجروب بتخلي الناس كلها تجي تفكر لك في مشروع، اللي هو تبدا بجروب، الجروب بيبدا بيجمع الناس، توصل 100,000 تبدأ انت بزنس بتاعك. كيف البزنس؟ هي بيجي من ناحية تانية انه انت ما عندك الجروب، لكن لقيت جروب اكتر من مليون، زي ما قلت اكتر من مليون عايز تعلم فيه. فيه اتجاهين. الجروب ده ممكن يكون مجاني زي وصف لي، ممكن تنزل في سودانيز اونلاين اللي هو الماركتينج، سوق السودان الالكتروني، سوق السودان الالكتروني ده مجاني. في جروبات تانية بتكون لا بقروش، انه انت حتى لو نزلت الاعلان بتاعك بيدخل لك الادمين بتاع الجروب بيقول لك انه يا اخي الاعلان عندنا ب 100,000، تدفع 100,000 بنزل لك الاعلان، يعني عشان الفاعليه وعشان نايف. فده بزنس له. وفي من ناحيه تانية انت لو عملت الجروب بتاعك من الصفر وبديت ووصلت ل 100,000 فوق، ده بزنس لك انت، فده على مدى بعيد. الجانب الثالث اللي هو جانب انه انت زول سوشيال ميديا، بيجيك الزول صاحب الجروب ده يا اخي انا عايزك تمسك لي الجروب، انك انت تدير لي العمل ده. لو جاك زول انا بديك انت تكون عمليه التواصل مع الزول ده، تدفع له يعني يدفع لك ال 100,000 تنزل له الاعلان، تنشئ له تصمم له اعلان، تنشئ له اللي هو زي تفاعل مع الجمهور الموجودين في الجروب. فدي ثلاث جوانب. اول شيء انه انت تكون صاحب الجروب وتبدا المشروع من الصفر، يا يعني انه انت تكون مجرد انه انت عايز تعمل اعلان وانتهى الموضوع، يا يعني انه تكون زول ماسك اداره السوشيال ميديا، لا انت صاحب الجروب لا انت تبدا الاعلان، لكن انت في النص. في سؤال ثاني بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك تويتر والعمل والشغل فيها، لو كيف تكسب بيزنس او تكسب قروش من خلال الشغل في مواقع التواصل الاجتماعي. طيب في النقطه الثانيه اللي عايزين نتكلم عنها اللي هو استخدامنا ذاته للسوشيال ميديا دي. يعني احيانا احنا بنكون يعني بنصرف وقت طويل شديد في ان احنا نكون موجودين على الفيسبوك، او زي ما انا قلت لكم انه انا مركز على الفيسبوك لانه احنا اغلبيه السودانيين بيكونوا على الموقع ده، فبنكون مركزين على الفيسبوك وان احنا الونسه متابعه الاحداث زي ما احنا حاصل حسي احداث سياسيه. ناس بتدخل اول ما تصحى من النوم بتدخل على الفيسبوك تشوف الحاصل شنو، ما بتدخل على القنوات ولا اي حاجه، بقت منصه رقم واحد عندنا حتى اعلى من القنوات الموجوده عندنا. فبيبقى انه استخدامك ليهم ممكن يكون مفيد وممكن يكون بضرك. يعني ممكن انا 4 ساعات انا بس فاتحه بقلب وبشوف في الاخبار اللي ما بتفيدني، يمكن بتزيد علي اللي هو طين بله، بتكون زي اخبار محبطه، اطلع انا بنفسيات امشي الشغل بنفسيات، ولا اجي امشي على انزل الشارع بنفسيات. فبيبقى انه انت استخدامك له فيه حاجه مفيده من خلال اللي هو العمل عن طريق السوشيال ميديا. طيب الزول اللي بيبدا شغل على السوشيال ميديا او شغل على منصات التواصل الاجتماعي، قول انه هو عايز يبدا بزنس في الفيسبوك، بيبدا انه هو يكون زول زي ما قلنا كرياتيف، بيكون بيصنع اول شيء بيعمله انه هو بيصنع خطه عشان يوصل منتج او خدمه انت ماسكه للزول الثاني. يعني مثلا نبدا انه احنا مثلا زي ما قلنا عملنا جروب عايزين نجذب الناس كلها، جروب للناس الباحثه مثلا، او عايزين جروب مثلا لاحصائيات لانه احنا ناقصنا حسي في القياده، ممكن يكون في ناس شغالين على الحاجه دي انا ما اعرفهم، لكن ناقصنا موضوع الاحصائيات صح.
يعني انت حسي حاليا لو جيت سالتك كم امراه موجوده في القياده ما حد عارف، كم رجل موجود في القياده ما حد عارف، صح ولا لا؟ في احصائيات مهمه شديد لانه بعدين حيدرسوها لنا في التاريخ، صح ولا لا؟ من ديسمبر لحد حسي كم زول نزل المواكب، كل موكب كان فيه وعدد كم زول، فالحاجات دي مهمه شديد. قول انه احنا بدينا بزنس، انه احنا عملنا جروب للاحصائيات دي، الناس المهتمه اللي بتحب البحث وبتحب الاحصائيات بتحب انها تنجز في الشغل ده والمجال ده، تدخل الجروب بتاعك. بيبقى ان انتوا عملتوا جروب، كونتوا جروب، الجروب مثلا يعني الناس مهتمين بوصلوا ل 100,000. بعد كده انت جاي تحب انه انت تعمل بعد ما انجزت الجروب ده من ناس باحثين تعمل منه بيزنس مثلا، بيبقى البيزنس في يدك انت، تمام؟ لو انت ما عايز البيزنس او ما عايز تشتغل في الحاجه دي، بيبقى انه ممكن انت تعرض الجروب للبيع. وحاليا في كم زول بيكون مره بيع والحاجه دي، انه جروب للبيع قيمته كده فيه كم زول؟ بيبقى انه انا مثلا لو عايز اشتري بشتري الجروب مثلا من استاذ عبد الله، بشتري الجروب، الجروب فيه 100,000، بقوم اغير اسم الجروب مثلا من 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 الاحصائيات بغيره لسوق، سوق الاثاثات، سوق الالكترونيات. الناس الموجودين بيستفيدوا معي انه انا استغليت انه في جروب جاهز واشتريته، فيه اشخاص يعني مهتمين بالسوشيال ميديا، وبقدر انا اوصل لهم الفكره بتاعتي او المنتج بتاعي او الشغل بتاعي. دي ناحيه. الناحيه الثانيه اللي هو الشغل السوشيال ميديا كاداره او يعني اختصاص، اللي هو بكون شنو، انا بكون ماسك السوشيال ميديا، بكون متابعه كل منشور، بكون متابعه كل منشور فيه كم تفاعل، لايكات، عدد اللايكات، فيه كم زول بيسال. يعني انا لو جيت نزلتها زي انه انا عملت منشور بالنسبه انه انا داير ابيع كتاب، تمام؟ المنشور مجرد ما انا انزل صوره الكتاب واكتب عليه كتاب للبيع، الكتاب اسمه كده، مواصفاته كده، الكاتب همنه، فانا كده عملت لي تسويق على السوشيال ميديا، نزلته في الصفحه او نزلته في جروب خاص. بيبقى انه انا لازم اتابع الناس اللي بيسالوا سعر الكتاب شنو، هل الكتاب متوفر، يعني انت ممكن توصليه لي في مدرمان، توصليه في بحري. فدي المتابعة، إنه تكون أول شيء بتنشئ البوست أو المنشور ده، بعد كده بتتابع التعليقات، تتابع اللايكات، تتابع الناس، عملية البيع بتتابعة. فهي التسويق أو السوشيال ميديا في سوق العمل وزي تسويق، هو تسويق إلكتروني زيه زي التسويق العادي، لكن بتستخدم الإنترنت كقاعدة لك. في سؤال من ناحية دي؟ مثلاً لما تعمل جروب خاص، لا عندك اسم، عندك اسم جروب، لكن عندك اسم فيسبوك، لكن عندك دير تعمل منصة خاصة تنشر فيها حاجة تسويق، يعني منصة خاصة. إذا منصة لا دير دفع إلكتروني، دير دفع إلكتروني تدفع كيف؟ تدفع القروش. دي نقطة ممتازة شديد، اللي هو بيسأل من إنه أنا لو عملت جروب وعايز فيسبوك يكون عايز دفع إلكتروني. طبعا احنا عارفين انه عندنا حظر في السودان او حظر من امريكا على السودان بالنسبه لاي حاجه بتدفع تندفع اونلاين، بيكون في صعوبه كبيره شديد من السودان. لكن الجروبات او صفحات الفيسبوك بتكون مجانيه من البدايه، ما في اي دفع فيها. الدفع بيكون في شنو؟ لو انا عملت الجروب وعايز الناس كلها تجي، في حاجه في الفيسبوك اسمها اللي هي الترويج، انه انا عايزه الجروب ده يوصل ل 30,000 سوداني. كيف؟ ما عارفه، هم بطريقتهم، انا بدفع لهم قروش، سواء 100 ريال او 90 9 دولارات او كده، بدفع لهم القروش من خلال انه عمليه الدفع دي تتم، هم بينشروا لي الجروب ده، يعني يظهر لك في 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 صفحتك من او من يعني من لا شيء. انت بتكون بتتصفح فجاه يجيك الجروب بتاعي، انه شوف الجروب ده فكرته كده بيجذبك له. دي طريقتهم في الشغل، عرفت؟ انت ممكن تبدا الجروب مجاني جدا، تعمل الجروب تطور فيه، وانت براك ترسل الرابط بتاع الجروب للناس. وفي الطريقه الثانيه اللي هي احنا يعني يعني متاملين خير ان هم يرفعوا الحظر بتاعهم ويبدا الموضوع بتاع الترويج من خلال السودان، انه انا ادفع بالسوداني هم يروجوا لي الجروب بتاعي. لكن ما هي يعني ما حاجه ضروريه شديد، انت تقدر توصل الجروب بتاعك وفكره الجروب بتاعك من يعني من الصفر عادي، توصل لرقم كويس شديد. شكرا. اوكي شكرا.
أنا عندي سؤالين، واحد بالنسبة للفيسبوك والثاني بالنسبة لليوتيوب. بالنسبة للفيسبوك بس ما حتى مثلاً إنه أنا الحساب بتاعي الشخصي قفل وصل 5000، استفيد منه كيف بعد ده؟ بعد ما وصل 5000 أعمل فيه شنو؟ دار استخدمه في البيزنس بتاعي. ليش واحد اثنين بالنسبة لليوتيوب، أنا مو متابع اليوتيوب برضه من المنصات ما شاء الله يعني تمامًا. كيف أنا أعمل قناة ستاندرد بتاع اليوتيوب وبعد ده يتم فيها ترويج الحاجة اللي أنا قاعد أعمل فيها مثلا المنتج بتاعي هذا. بعد ما أنا عملت مثلا ستاندرد يوتيوب شانل ده زي ما أنا هسي بفتح اليوتيوب طوالي بيجوني حاجات، بيجوني ناس يعني أوتوماتيك، يعني أنا داير القناة بتاعتي طوالي تجي لنا أي زول فتح اليوتيوب ده تجي طوالي. ده ممكن زول يعمل كيف يعني؟ بيحتاج ليكون عندك سبسكرايبرز كتار ولا فيوز كتار ولا في طريقة زول بيدفع بها ولا شنو يعني؟ أنا ممكن أعمل الحاجتين دول وكيف أستفيد من الفيسبوك لما أنا وصلتها؟ يعني أنا مثلا عندي حسابين كلهم وصلوا 5000، أقلب جروب أعمل كيف الكلام يصل البيزنس بتاعي؟ مجال الحاجة أنا بحبها التدريس إنجليش. معلش أنا عايز أعرف اسمك. شكور. تمام. أستاذ شكور كان بيسأل اللي هو عنده صفحة في الفيسبوك، صفحته الشخصية وصلت 5000. طبعاً زي ما كلنا عارفين في الفيسبوك لما توصل 5000 ما بتقدر تضيف زيادة. فهو عايز كيف يوظف 5000 دي في البزنس الخاص به. ده هو سؤال. فالسؤال الثاني كان عن اليوتيوب، إنه هو كيف يبدأ بزنس في اليوتيوب وقناته تبقى مشهورة ويوصل لمرحلة إنه أنت لما تفتح اليوتيوب تلقى أستاذ شكور في القائمة الرئيسية. طيب بالنسبة للفيسبوك اللي هو الفيسبوك، أنت أستاذ شكور قال إنه هو بحب مجال الإنجليزي وتدريس الإنجليزي، فدي مجال ممتاز شديد. وعلى فكرة هو يعني واحد من المجالات التدريس، المجالات اللي بتجذب الناس، وخاصة إحنا عندنا موضوع الإنجليزي ده زي اللي هو هو طبعا اللغة الثانية بالنسبة في السودان يعني. فدي الناس كلها بتكون مهتمة شديد، وفي نقص في موضوع اللي هو الفيديوهات. يعني إحنا لما نجي في تويتر على فكرة في تويتر في أكثر من زول مدون عنده حب اللغات، زي أستاذ يزيد في السعودية عنده، أنا ما متذكر حسابه بالضبط، لكن هو بيهتم إنه هو ينزل فيديوهات بيحط الموبايل قدام يعني قدامه بيتكلم عن اللغات كلمة ورا كلمة، بيشرح للناس المعنى الكلمة دي شنو، بيتكلم معاهم عن الجملة بالكامل، عن المصطلح العلمي بتاع اللي هو في الإنجليزي وكيف في العربي كيف. فأنت بتبدأ ممكن تبدأ اللي هي في صفحتك في الفيسبوك تبدأ الحاجة دي، الناس بتتفاعل معك بتكون متابعك أكتر. في اللي هو حاجة ممتازة شديد اسمها المتابعة، يعني أنت لو وصلت 5000 صديق في متابعين، يعني أنا حتى لو ما صديقتك بجي أعمل لك متابعة، المتابعة ممكن توصل 100,000، ممكن توصل 1,000,000. فأنت ممكن من خلالها تزيد اللي هو المهتمين بصفحتك عن طريق البيزنس اللي هو التدريس. بيبدأ بالتدريس ده بتبدأ أنت شوية شوية تعمل فيديوهات خاصة بك لحد ما توصل لمرحلة إن أنت تنتج برنامج لليوتيوب، يعني بتصنع قاعدة جماهيرية في الفيسبوك تستفيد من 5000 اللي عندك انهم يتطوروا اكتر، تصنع قاعدة جماهيرية حتى تنقل لليوتيوب. ليه؟ لانه انت لو بدأت من اليوتيوب عايز مشوار طويل شديد، برضو ممكن لكن الافضل انه انت لانه انت عندك هسه 5000 تبدأ من 5000 حتى توصل، ما تبدأ من الصفر من اليوتيوب. واليوتيوب مجال مفتوح، يعني في اي وقت انت لو نزلت به حاجة او محتوى ممتاز شديد مختلف عن الناس التانيين بتوصل. فاليوتيوب مجال مفتوح، اي زول ممكن يبدا من فيديو عادي من موبايله يصور حاجه اللي هو مفهومه او مجال هو بيحب له، لو بتحب الانجليزي، لو بتحب الرياضيات، لو بتحب التمثيل، لو بتحب تقليد الاصوات، دي كلها مواهب. لو عندك موهبه ظريفه، لو انت بتحب مثلا انك بس تمشي في القياده تصور الناس او تسالهم اسئله جميله كده في يعني ما بينك او ونسه مثلا، او عندك شله اصحاب حابين تعملوا زي شله ممتعه ومقالب وحاجات زي دي، فالناس دي كلها بدت من الصفر، بدت من فيديو صغير بدوه في بيتهم في صاله بيتهم او صالونهم ومن نزلوه في اليوتيوب الناس عجبهم شويه، الزول بيعمل لك سبسكرايب اللي هو اشتراك ورا اشتراك ورا اشتراك حتى ما توصل لاشتراك 10,000 ل 100,000 حتى بيبدا البيزنس بتاعك. في البيزنس احنا طبعا تاني حنرجع لموضوع الحظر في السودان، احنا محظورين امريكيا في موضوع السوشيال ميديا، لكن في طرق تانية اللي هي عندنا مثلا شركات بترعى القنوات الشبابية زي شركة اسمها تكوين،
شركة ممتازة شديد بترى عليك اللي هو قناتك في اليوتيوب إنه أنت بتكون في اللي هو عقود بينكم منها إنه هم بيرعوا القناة دي بيدخلوا فيها. طبعاً الشركة هي مقرها في مصر فبيدخلوا فيها الإعلانات من الإعلانات أنت بتكسب من اليوتيوب فبيبقى عندك عائد مادي على كل فيو بيجيك كل ما يبقى المشاهدات مثلاً 20,000 100,000 الفيديو بتاعك أنت بتكسب من اليوتيوب مباشرة بعملتهم الدولار بيجيك اللي هو تهنئة بيجيك بتبقى في مراسلة بينك وبين اليوتيوب فاليوتيوب منصة ممتازة شديد لكن عايزة محتوى قوي لأنه أكثر من بليون فيديو اترفع في اليوتيوب الفكرة الرئيسية أنه كيف أنت تكون متميز بالفيديو بتاعك ما كده بس من أول حاجة هتعملها أنه أنت في الفيديو أو البرنامج حقك في اليوتيوب هتكون مستهدف منه ده أول سؤال لازم تعمله هل أنت مستهدف السودانيين اللي حوالينك؟ هل أنت مستهدف الأقليم من مصر من تشاد من ولا مستهدف العالم بالكامل ببرنامجك؟ والمجال الإنجليزي ده مجال كبير شديد واسع وأفكاره ممتازة شديد ويعني أنت لو بديت هتبقى حاجة ممتازة لأن البرامج اللي بتعلم الإنجليزي كلها بتلقاها مكررة الزول بيقعد بيتكلم لك A B C لكن لا في طرق تانية الزول ممكن يبدع بها وأعتقد الأكسنت بتاعك ممتاز شديد ما هتقدر توصل طيب في سؤال تاني؟ كيف نستفيد من السوشيال ميديا والجوجل؟ نبحث من المعلومات من الجوجل ونستفيد تمام معلش اسمك؟ أيمن؟ أستاذ أيمن بيسأل عن الجوجل كيف ممكن الزول يستفيد منه في البحث؟ وكيف إن هو من طريق السوشيال ميديا يقدر يستفيد في بحوثه أو التقارير الأكاديمية اللي بيعملها طيب أنت لما ذكرت لي البحوث هل هي بحوث خاصة فيك ولا بحوث جامعية؟ بحوث علمية جامعية طيب في الجوجل في منصة أنا يعني مع الأسف ما مستحضرها حاليا لكن في منصة باسم جوجل هي خاصة بالمقالات الأكاديمية بتكتب أيوة جوجل سكولر حاجة ممتازة دي لأن أنا نسيتها مع الأسف جوجل سكولر هي منصة بتقدر تدخل من خلالها أي موضوع أو توبك أنت عايزه في جوجل بيجيب لك كل المقالات الأكاديمية الخاصة بها فدي بتسهل لك عملية البحث لأنه لو جيت بحثت مثلا عن علم الأحياء كتبت المصطلح في جوجل هيجيني شنو هيجيني صور وهيجيني ويكيبيديا وهيجيني حاجات أنا ما عايزها لكن من خلال المنصة دي بيجيك بس المقالات العلمية اللي اتعملت واتنشرت ومشهورة حاليا فأنت من خلالك تستفيد في البحث العلمي الخاص بك يعني جوجل سهلت للطلاب الحاجة دي وفي منصات تانية يعني مشابهة لجوجل سكولر تكون يعني خاصة بمجالات تانية يعني لو عايزة مثلا أخبار أي يعني الخبر بتاع علم الأحياء نشر فيها جريدة بتجيني بس الأخبار بتاع الجرائد في فيديوهات بتجيني أنا فيديوهات فده كلها زي تصنيفات فأنا بحاول أن أنا أديك اللي هو الرابط بتاعه بس مخلص المحاضرة بديك لي إن شاء الله أنا بزعل من في مواقع في الإنترنت بتكون يعني عندها منتجات كثيرة ولك أنت إذا اشتريت منتج هتكون الوكيل بتاع المنتج بعدين تجيب لنا يعني المشترين أي مشتري بيجي يشتري المنتج ده أنت بتكون شنو بيزيد لك من رصيدك من البيزنس بتاعك أنا دا أزعل من المواقع دي الشغل بتاعها كيف وبعدين الجريدي بيزيد كيف أستاذ عبد الروف بيسأل من المواقع الخاصة بمبيعات اللي هي منتجات خاصة بكون مبيعات بجملة بيجوك بيقول لك إنه يا أخي عندنا المنتج الفلاني عايزين تأخذ 12 قلم تبيعهم أي بيعة لك هتأخذ فيها نسبة تمام طيب أنا المواقع دي يعني بتكون على ناحيتين إنه أنت تبحث عن الموقع ذاته تشوف مشتركينه هل ناس مضمونين أو يعني في أحيانا بتكون مواقع فيك يعني حاجة يعني بتكون وهمية مثلا زي ما بنقول لكن انت لما تبحث عن الموقع هل الموقع ده له سنين شغال الناس انطباعهم شنو لانه احيانا في المواقع بتلقى تحت في تعليقات فيدباك تحت الناس شرحهم شنو في احيانا بيجيك زول بيقول الناس دي حرامية الناس نايفة بديك فكرة عن الحاجة اللي انت داخلها لانه انت داخل بيزنس فانت لازم تدخل وانت فاهم كل الجوانب اللي حواليك فبيبقى انه لما تدرس الموضوع وتفتش حوالينه تبقى انه خلاص اخذت قرار وتواصلت معهم طيب شروطكم شنو عشان انا اعرف العلي والعليكم
بعد كده بدوك الشروط، انت عليك انه انت تمسك ال 12 دي بضمان كده على كل بيعه حتاخذ نسبه. يلا هم في سياساتهم في المواقع المضمونه سياساتهم انه انت كل ما زدت وتطورت كل ما يزادوا لك النسبه او ادوك مكافات. اي فالمواقع دي كويسه شديد، عايزه اللي هو زول مبيعات ممتاز شديد، ويعني الموضوع ما صعب، حاجه كويسه. يعقوب محمد نور. يا أستاذة يعقوب، عرفتم من سؤال يعقوب محمد نور. إذا بسأل مثلا في مجال الكونستركشن الانجينيرينج، مثلا أنا عايز أعمل لي مكتب لدعم مقاولات في حاجة معينة، فأنا كيف أبدأ وأوصل الفكرة؟ والحاجة دي مثلا ما عايز المكتب ده يكون على أرض الواقع، فقط في السوشيال ميديا، في السوشيال ميديا فقط. فأنا كيف الفكرة دي حقوم أوصلها وبعد ذاك أعرض المنتج بتاعي لحد ما يكون في قبول وأنا أقدر أطور نفسي في البزنس ده؟ يا عقوب، المجال كونستركشن مقاولة مثلا، شغل بتاع كهرباء ميكانيكا في الحدود دي، تمام؟ فالحاجة دي أنا لازم أعرضها كويس عشان يكون في قبول، وبعد ذاك أسوق وأبدأ أنفذ شغل. لكن الموضوع ده كله يكون على السوشيال ميديا. طيب أستاذ يعقوب بيسأل من اللي هو عنده شركة مقاولات جديدة، فعايز إن هو ما عايز يفتح مكتب ويبقى حاجة على الواقع، لا عايز على السوشيال ميديا، وهو بيقدر يوصل على السوشيال ميديا، لكن خطوات بتكون شنو؟ طيب ده بيدينا اللي هي فكرة إنه كيف تبدأ بيزنس في السوشيال ميديا. طيب بالنسبة للشغل ده عندك حاجتين، يا إنه أنت بادئ شغل من الصفر يا دوب ما عندك أعمال سابقة، يا يعني إنه يكون عندك أعمال سابقة وعندك فيدباك على الشغل ده بس عايز تظهره، فبتبدأ الصفحة. أو لا، إحنا لما نجي ندرس الموضوع بنشوف أنت الناس اللي أنت عايزهم منه. طبعاً أنت بتكون عايز أرباب البيوت اللي هو أصحاب البيوت رجال أو النسوان ربات البيت مثلاً، تمام؟ فالشخصين ديك بتلقاهم أكتر شيء في السوشيال ميديا في الفيسبوك، زي ما قلنا الفيسبوك هي المنصة الأولى في السودان، ما بتلقاهم في تويتر. تويتر ده ما لسه يعني السودان يا دوب داخل في تويتر، لكن كلهم شباب، انا ما حستفيد من الشباب. بلقاهم برضو في الواتساب، لكن الواتساب ما بديك اللي هي الوسائل الكثيره انه انت توصل فكرتك، هو يا دوب جروب، يا دوب انه انت حتنزل صور وفيديوهات، فكل الناس يا ان هم حيتمللوا يا ان هم ما حيستفيدوا. انسب حاجه انك تعمل جروب خاص بك، ما صفحه، جروب خاص بك في الفيسبوك. الجروب يجمع الناس، صفحه ما بتجمعها بالشكل اللي انت عايزه، ويخلي الناس تتفاعل مع بعض. فالجروب بيبدأ به انه انت بتبدأ الجروب بتسميه اسم واضح الحاجة اللي انت عايزة، يعني احيانا بيجيك زول او مسمى مثلا، يعني نقول نقول وصف لي واضح شديد، انت عارف فكرة الموضوع من الاسم. طيب نقول حاجة تانية مثلا، في جروب في الفيسبوك اسمه آدم وحواء، ده بيديك معنى طويل، يعني هو مواضيع شنو مجتمعية سياسية في شنو انا ما فاهم، فيبقى انه مسماك للجروب يكون واضح، يعني مثلا شركة مكتب يعقوب للمقاولات، دي واضحة شديد، فتبدأ بالحاجة دي. الناس بتستفيد كيف؟ انه انت حتنشر فيها اعمالك، لو انت عندك اعمال وفيدباك حتنشر فيها اعمالك، البلة الفلانية عملنا فيها الحاجة الفلانية، بنستخدم الاجهزة الفلانية، ادواتنا الفلانية، فريق العمل الفلاني، لازم انت تعرض نفسك، تعرض شغلك، ما تستكثر اي حاجة في الشغل. يعني احيانا بيقول لك انه يعني الزول يكون متواضع، وفي ناس بيخجلوا من شغلهم ان هم ما ينزلوه كله، لا انا بنزل خفيف خفيف. في السوشيال ميديا ما بتكون كده، تنزل كل حاجه، تزعج الزول ده لازم 24 ساعه يفتح الفيس الجروب في وشه، فيبقى حاجه ظريفه شديد ان انت تعرض نفسك، تشوف ارائهم شنو، جاك نقد بناء تاخذ به تحسن من شغلك، وري الناس انه انت حسنت من شغلك، جاك مدح فتاخذ به برضه تستفيد منه. فيبقى انه انت بتبدا بالحاجه دي. لو انت لسه ما عندك اعمال، بيبقى انه اول عمل لك واول تسويق لك، اشتغلت عند الزون الفلاني، تجيب الزون الفلاني ذاته يتكلم عن عملك، دي طريقه كده يعني تخلي الناس يتفاعلوا معك، بيبقى يجذب لك الناس. ومن ناحيه ثانيه حتشتغل في شنو؟ انه انت تاخذ الرابط بتاع الجروب، ترسل في كل الجروبات، تدخل في ادم حواء، تدخل في وصف لي، تدخل في اي حاجه، تدخل في وصف لي مثلا، زي جروب وصف لي ده في كم زول سال من كهربائي، كم زول سأل من مقاولات، صح؟ تدخل الجروب في خاصية اسمها البحث فوق، تبحث تكتب مقاولات مثلا، هتلقى لك كل البوستات اللي اتكتبت عن زول بيفتش عن شركة مقاولات، نشيل الرابط بتاعك وننزل.
كده انت سوقت لنفسك قدرت توصل لكميه كبيره. انا لو ما عندي عندي شغله بالبوست وما عارفه ايش بدخل الرابط بشوف شغل الصفحه دي شنو يعقوب للمقاولات دي شنو بشوف اعمالك انبسط شديد اسجل الرقم في اللي قدام بقدر اعمل بيزنس. انت بتوصل للناس كده تدخل الواتساب ما مشكله رسل الرابط بس الموضوع بيبقى انه رسل الرابط كده انت بدك يا اهلا وسهلا. احنا هنا بنتكلم عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو زي الفيسبوك واتساب اللي هي المواقع اللي انت بتتواصل مع الناس فيها وكيف انه انت تشتغل تنتج منها قروش ويبقى لك شغل لقدام. انا بس من الويب سايت يعني هل هو برضو مهم شديد لانه مثلا اذا كان خلاص كل الفيسبوك هو زول بيلقى منه فيوز كتار وبيلقى منه ناس بوصلهم كتير مثلا هو اليوتيوب اذا كان استخدمت اليوتيوب والفيسبوك وصلت للعدديه اللي مثلا عايزه والحاجات اللي انا عايزها ليه الويب سايت لسه مثلا هو مهم مهمته شنو اكثر من انه مثلا يا اخي انا خلاص وصلت للكاستمر مثلا انا دايره. هل الويب سايت بيعمل بوست برضو للحاجه دي ولا بس عشان شغل بتاع ادمنستريشن كده يعني الويب سايت مهمته شنو في في الحاجه دي؟ هل انا اكتفي بس بالسوشيال ميديا ناس فيسبوك و يوتيوب ولا برضو لازم اكون في ويب سايت للشغل ده؟ تمام شيد. استاذ شكور بيسال من اللي هو الويب سايت المواقع يعني مثلا انت لو عايز تحجز تذكره ما بتقدر تمشي على الفيسبوك لا بتمشي الموقع بتاع طيران السوداني او طيران ناس تلقى الموقع بتاعه اللي هي الصفحات الموجوده في النت ذاتها لما تفتح جوجل تكتب موقع مدونه او تلقى او اي موقع من المواقع او حاجه زي مثلا موقع موضوع هو موقع بتاع بحوث وحاجات جميله ومواضيع بيشرحها لك. فبيجي المواقع دي هل هي مهمه بالنسبه للشركات والبزنس؟ طيب في التسويق عندنا اللي هو زي ما قلت التسويق بعدين عندنا تسويق رقمي اللي هي كيف تستخدم عملية الوسيلة بينك وبين المشتري في النت ما تستخدمها يعني لما نجي أبيع لك قلم تفضل القلم ده ب 33 وهو قلم أزرق والبي يوصف لك عشان أجذبك إنه أنت تشتريها صح؟ في السوشيال في التسويق الرقمي لا أنا بستخدم الإنترنت بستخدم الوسائل الثانية يجيك القلم ده في إعلان في التلفزيون أو يجيك في رسالة زي رسائل زين اشترك في الحته الفلانيه تفضل ممكن يلا يا طريقه توصلك لها كيف شنو طريقه توصلك لها كيف مثلا للفيسبوك لو خاش كيف توصل شنو مثلا لما اخترق الفيسبوك قلت طريقه عن الكروت عن العمل والكلام زي كيف يعني اللي زي ما حسي انا الو طيب انا حشرح لك من خلال الشرح الاول حسن تمام شيء يلا من خلال اللي هو الديجيتال ماركتنج ده التسويق الرقمي انت في التسويق الرقمي في حاجه اسمها السوشيال ميديا ده جزء من التسويق الرقمي في الويب سايت وفي الاس ام اس وفي اللي هي التي في والراديو يلا الويب سايت ده مرحله ما بتندمج مع السوشيال ميديا بشكل خاص لكن في بينهم اللي هي زي ارتباطات لكن الويب سايت كان مرحلة قبل السوشيال ميديا الناس كانت بتعمل الويب سايت لأي شركة لو انت عندك شركة مقاولات لو انت عندك شركة انتاج فني لو انت هنا بتوصل للناس عن طريق الموقع بتاعك الرسمي الموقع ده مهم في حاجة اللي هي أول شيء الرسمية انه انت عندك حاجة مرجعية بالنسبة للعالم او للاقليم بتاعك انه عندك حاجة رسمية للشركة بتاعتك دي كان الويب سايت دي مرحلة كبيرة شديد انه خلاص شركتك دي رسمية وشركة مهمة شديد فبالويب سايت دي انت بتستفيد منها. الحاجة الثانية الويب سايت فيه اعلانات انت ممكن تكسب من خلالها مع جوجل او انه انت تعلن للناس التانيين بشكل مباشر ويعني تربح منها من الويب سايت ذاته. لكن فيه حاجة يعني ما بقول انه هي حاجة سلبية اللي هي شنو الناس رواد المواقع ما زي رواد مواقع التواصل الاجتماعي رواد الويب سايت زوار الويب سايت ما زي زوار مواقع التواصل الاجتماعي يعني الجمهور اللي بتوصل له في التواصل الاجتماعي أضعاف الجمهور اللي بيوصل لك من خلال الويب سايت عشان كده التركيز بيكون دائما في الويب سايت في معليش يعني في السوشيال ميديا التركيز بيكون اكبر لانه موقع اللي هو ويب سايت ما بيكون بيحقق لك الهدف اللي انت عايزه.
طيب دكتورة دايرك تتكلم لنا انه نحن كيف ننشئ ايميل وبعد ما انشانا ايميل لو عملنا اعادة تبتمسنا بتتمسح كيف نتم ارجاعه من جديد عشان نحافظ عليه ايميلنا الواحد. وداني دايرك تتكلم لي عن وسائل المعرفة الاذاعة مثلا كيف نحن نستفيد من الاذاعات العالمية زي بي بي سي ومونتي كارلو ما الفوائد اللي بتدينا الاذاعات ده سؤال مره. انا اقول حاجه انه اساسيات التجارب بقول لك انت عندك سوق والله عندك منتج. لو عندك منتج الناس محتاجه له خلاص. لو عندك منتج جودته رديئه والسوق محتاج له انت كده عبرت في الحال دي. عندك انا بقول انه التسويق الرقمي اتكلم لي عنه الاستاذ بالرغم انه التسويق مهم جدا في العالم كله لكن بالنسبه لي احنا الموضوع ده لسه صفوه يعني الناس بسيطين يعني الليل اللي بيستخدموا أو بيسووا عبر الويب سايت. أنا عندي تجربة كان معي الويب سايت نفسه كان بموقع إلكتروني التجربة كانت بموقع إلكتروني عمل الموقع إلكتروني الموقع إلكتروني المفروض كان تجيني من إعلانات من جوجل موقع هو طبيعته أخبار يعني الأخبار دي مهمة بالنسبة للناس كله بتصرف عليها في المواقع ففي النهاية ما عارف فشل يمكن لتراخينا نحن والله لتصورنا كان عالي شديد ما نقدر نصل ممكن خلال شهرين كان عندنا $8 بكم موقع أخبار أخبار لحد الآن موجودة لكن برضو نحن تراجعنا عن الفيديو ما بقينا فمتريد في شهرين كان عندنا زي $8 كذا حتى تراجعنا منه كذا فدار أقول يا دكتور أنور إنه التسويق ما بالحجم نتكلم عنه في السودان عامة أما بالنسبة للفيسبوك إلا تسويق بالنظرية قالها زنون تذكر زنون مبارح قال شنو في البوست بتاعه مبارح زنون قال إنه نحن نجيب ركن النقاش واتفق مع ناس معينين يقعدوا أقول كلمة يقول لي أي والله كلامك صح أصلا لاحظتوا في جروب وصف لي بيجي واحد يقول لك يا جماعة أضبط بسبوسة وين فبجو خمسة بقول لك والله أضبط بسبوسة في مثلا في حلواني العبد فأنت أوريدي بتقول إنه حال العبد في حين هم بيكونوا متفقين معاه والنازل نفسهم لكن إذا اتجهت لمجموعتك الخاصة تعب تعب شيء خلاص فتخيل المجموعة الخاصة على أكمل مثلا نور الدين مثلا للحاجة الفلانية أنت لما تيجي لهم 5000 نفر ما بيسهل والخمسة نفر دي نفسهم بيخشوا وصف لي ما بالسرعة اللي بيخشوا بين المجموعة بتاعتك المجموعة بتاعتك دي يعني متخصصة ما في زول بيخش لك ما عكس بس يعني سؤالي أرجع لك الموقع هل الموقع القصة بتاعت الحظر وما ذلك الحظر دي بتأثر فيه ووسي بيدك يلا بشكل عام انت حسي قلت انه يعني $6-$8 في شهرين بتعرف يعني في منطقية في الحاجة لو انت استمريت كان قدرت انت تطور الحاجة دي. والحاجة الثانية انه أثر على شغلك اللي هو الحظر اللي انت تكلمت عنه حسي وقبل ذكرناه الحظر الامريكي الحاصل علينا من مواقع التواصل الاجتماعي من خدمات الشركات الامريكية مؤثر علينا بشكل عام في بيزنسنا في شغلنا لكن في ناس قدروا يوصلوا شوية شوية سواء بانهم يديروا الشغل من برا او يفتحوه من برا ويديروه من السودان او ان هم يعني يستمروا في الشغل لحد ما يوصلوا لطريقه ربح ثانويه فدايما ما بنعتمد مثلا على اللي هي الفيسبوك او اليوتيوب مثلا بشكل عام بنعتمد على الحاجات الثانيه سواء ان انت صنعت من نفسك براند او صنعت من منتجك براند في السودان عن طريق اللي هو السوشيال ميديا طيب طيب ممكن ممكن انا اشرحه لك بشكل مفصل ما مشكله لانه هي تقريبا مشكله عندك في الايميل صح تمام فحاليا احنا تكلمنا بشكل خاص بشكل عام عن التسويق الرقمي ودخله اللي هو السوشيال ميديا كيف انك تستفيد عن طريق انه انت تعمل سوق عمل وبزنس في مواقع التواصل الاجتماعي كان معكم آمنة محمد بشير وشكرا لكم ولأسئلتكم نشكر الكنداكة آمنة محمد بشير على المحاضرة القيمة في السوشيال ميديا